يظل الخطر الأكبر للتلوث هو الاتصال بالأشخاص الآخرين والأسطح التي تتعرض للمس المتكرر، وإن اتباع النصائح الخاصة بسلامة الأغذية أثناء التسوق أمر مهم، فيجب علينا تجنب لمس الوجه والأنف والفم وكذلك العينين قبل غسل اليدين. تجنب التسوق إذا كنت مريضاً واعتمد على طلب احتياجاتك الغذائية عبر الإنترنت وخدمة التوصيل للمنزل. محاولة تقليل الزيارات إلى السوبر ماركت ومتاجر الأغذية. التأكد من قراءة فترة صلاحية الأغذية وسلامة العبوات خاصة المعلبات. التوجه لشراء الأغذية المبردة أو المجمدة في نهاية رحلة التسوق لتجنب ذوبان هذه المنتجات. وضع البيض واللحوم النيئة في أكياس منفصلة عن باقي المنتجات الغذائية. استخدام الدفع بالبطاقة المصرفية أو الدفع إلكترونياً عبر الهاتف النقال لتجنب تبادل النقود والفواتير. لسلامتك خطط مشترياتك، تجنب الهدر وتسوق بأمان.